حسام عبد المنعم في هجوم غير مبرر بصراحة، شايفه أنا وشفته على بعض المواقع وبعض البرامج، يعني في أحد في بعض القنوات هجوم غير على محمد صلاح. هو محمد صلاح مش عايز يكسب؟ محمد صلاح لو كسب بطولة أفريقيا مثلا ووصل كأس العالم، مش دي هتديله حظوظ أكبر في ذا بيست الأفضل؟ يعني انا مش فاهم الناس بتفكر ازاي. هو صلاح عايز يخسر، وبعدين هو صلاح يعني لا مؤاخذه معلش يعني ضيع ضربه الجزاء قاصد، استحاله. يعني انا عايز افهم بقى، اوصل للناس حاجات يا جماعه. احنا بنتكلم صلاح، احنا ليه دايما لما بيبقى عندنا قيمه كبيره ليه بنحاول ان احنا نحبطها ونهبطها؟ انا مش شايف اي مبرر صلاح او اي لاعب، يعني لعيبه كلها، بس انا بتكلم على صلاح ليه؟ لان صلاح ده الكابتن. طبعا طبعا. شايف الامور دي ازاي؟ هل فعلا يعني دور صلاح ما كانش باين قوي في المنتخب؟ انا شايف انه كان باين بشكل كبير جدا، سواء من الناحيه الاداريه او الناحيه التكتيكيه في الملعب او الناحيه التحفيزيه، حاجات كتيره جدا عملها محمد صلاح. احنا النهارده هنقيم محمد صلاح حسام عشان ضيع ضربه جزاء عشان لعب ماتش وحش؟ لا 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 كابتن، زي ما حضرتك ذكرت محمد صلاح ايقونه مصر وحاجه كبيره جدا زي ما حضرتك ذكرت وقلت وبنقولها، هو قائد بيعرف يربط كمان ما بين المدير الفني واللعيبه، بيعرف يحفزهم كويس قوي، بيعرف يقرب منهم ايا كان، حتى لو اهدر ضرب جزاء فوارد جدا ان هو يضيع ضرب جزاء. شفنا قد ايه الضغوط النفسيه والعصبيه اللي كانت موجوده على اللاعبين من اللي كان بيتعمل من الجمهور السنغالي، وده ادى بالسلب على اللاعبين. كان ممكن لا قدر الله اي حد يحصل له عمى مؤقت او حاجه، دي مشكله كبيره. الليزر واللي كان معمول والشغل اللي كان معمول للعيبه كان وضع مخيف جدا. حتى كمان يا كابتن يعني لو تلاحظ كمان حتى حكم المباراه، كان المباراه دي لو كانت اتعكست تماما، لو كان المنتخب جبنا جون زيزو اللي بالدماغ او اللي رقص فيها وحطها في البعيده مثلا في القريبه اللي في القريبه دي اي جون يا كابتن في الفرصتين دول كان دخلوا، او كان الوضع كان هيتغير تماما، كان هتلاقي الجمهور ده كله نازل الملعب، كان هتبقى فيه انا بقولها كارثه هتحصل لو كان في مشكله. انما الحكم كان مش مأمن كمان يا كابتن اللعيبه بتاعتنا، تأمين كمان اللعيبه بتاعتنا كانت تأمين وحش جدا. انا كنت بتفرج على المباراه، مشهد غريب جدا، رامي ربيعه قلنا ماشي ممكن رامي عشان الراجل ما كانش جاهز بدنيا، جايبه من اجازه وجايبه من القاهره ولعبته، انما كان في موجود لازم كان محمود علاء ياخد، اي حد كان ممكن ياخد غير ايمن اشرف. رايك ان هو اخطا او مش اخطا؟ يعني صادفه، يعني لم يحالفه التوفيق في اختياره رامي ربيعه، انه أكيد اصيب الحقيقه في والولد يعني ما غصب عنه. يعني انا لما هيجي يقول لي مدرب المنتخب انا عايزك وانا اصلا بره المنتخب، اقول له لا، حتى لو انا برجل واحده انا همثل منتخب مصر، فطبيعي انا هجري عليك على طول، مفيش مشكله وعايز العب. انما الارجح كان يبقى الناس اللي موجودين معايا هم الاولى، هم اللي انا شايفهم هم القريبين مني. طيب يوسف، التغييرات الاضطراريه اللي حصلت في بدايه الماتش هل اثرت فنيا على منتخب مصر بالسلب ولا بالايجاب؟ التغييرات بقى الايجابيه اللي حصلت في الشوط الثاني لما نزل زيزو ونزل امام عاشور والمجموعه دي كلها، يعني هل ده مصطفى كان له ومصطفى، هل ده اثر بشكل ايجابي ولا سلبي على منتخب مصر؟ لا بايجابي كابتن طبعا. بس انا هاخدك بسرعه كابتن، كمل كابتن حسام. حضرتك قلت مهمه، كلمه مهمه جدا، اكتر واحد مستفيد من فوز منتخب مصر بالبطوله كابتن او الوصول لكاس العالم هو محمد صلاح. يعني الراجل بينافس على هداف الدوري، عايز ياخد احسن لاعب في افريقيا، عايز كمان ياخد احسن لاعب في العالم او بينافس عليها، كل الحاجات دي يا كابتن حساباته، هو الوحيد هو اكتر واحد مستفيد عن اللعيبه كلها اللي موجوده في من المنتخب، فاستحاله الراجل ياثر. وزي ما انا معلش يا يوسف اقطعك، انا لفت نظري لقطه يمكن عدي كده على ناس كتيره جدا، يعني بتدل على ايه؟ على الرعب والخوف اللي تملك لعيبه السنغال من الجماهير. من الجماهير. لقطه ايه بقى؟ محمد صلاح، لو عندنا لقطه يا جماعه حتى بالصوره يا ريت تجيبوها لنا، محمد صلاح بيتكلم معاه وبيضحك والراجل في وادي تاني. لا يعني فعلا. في شرود من 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 يا عم سيبني في حالي، انت بتجي تكلمني وبيعمل له كده ايوه هيقلب عليا. لا 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 دي ترجمه اللقطه، انا شفتها، اعتقد دي ترجمه اللقطه اللي جت، ان احنا لعيب كوره وفاهمين. اي حد بتاع كوره هيترجمها يا كابتن بالترجمه اللي حضرتك قلتها دي. بالظبط. البعض ترجمها قال لك شوف ده مبتسم، ده ابتسامه ثقه وابتسامه ان انت بتقلق المنافس ليك وبتقلق لعيب هو المفروض ان هو مفتاح لعب وممكن ترفع الضغوط عنك بس كلاعب، لكن هو مرعوب يا كابتن، ده هو مرعوب من لعيب مصر عامل ايه. محمد صلاح يا كابتن المباريات الاخيره كلها وخاصه بتاعه السنغال، سيس ده يا كابتن من احسن باكات ليفت في افريقيا،
ودايما بيهاجم في المباريات بتاعت منتخب مصر، دايما واقف مع محمد صلاح، واول ما يستلم الكره كابتن محمد اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه واخد لا يقل عن 4 أو 5 فاولات كلهم 3 على 1. فالراجل يا كابتن استحاله، انت برده ما انت ما بتفرجش موقف واحد على واحد، دايما محمد صلاح بيعدي منه. انت لما تلاقي فيه زحمه انت كمدير فني بتبقى عارف ان الراجل ده محطوط في موقف محرج او في زحمه عليه، انت تلومه لما تيجي فرصه لمحمد صلاح واحد على واحد وما يرقص يروح انفراد ويضيعها، دي الحاجات. فالراجل في حتة تانية خالص يا كابتن بصراحة، خارج التقييم بالنسبة لنا احنا كرياضيين.